انتوما كنستنكروا هذا الشيء اللي وقع لهاد الناس هادو، وماشي هاد القيصريه اللي كتعاني من هاد المشكل هادي. راه عندنا واحد الفوضى العارمه في هاد المنطقه ديال الفداء امير السلطان، وحنا قد ما كمكتب نقابي راه كنستنكرنا هاد الشيء في عده رسالات رسميه للجهات المختصه، ولكن ما كايناش الاذن الصاغيه. هاد الناس هادو يحاولوا ياخذوا بيدينا ويحيدوا علينا هاد الشيء، راه ما يمكنش لينا حنا نستمروا على هاد الوضع هذا. واش عباد الله، واش عباد الله، فوضى عارمه عباد الله. التجار ولاو كيعانيوا اليوم واحد المعاناه اللي ما هي ما عمرنا عانينا بحال 2023 عباد الله. واش القوت اليومي عباد الله ولا كيوحل فيه التاجر عباد الله؟ واش التاجر التاجر عباد الله حنا كنتسموا التجار، فها في اداء الواجبات، ها في الضريبه وفي المرابحه وفي الضوء وفي الماء وفي الحقوق. حنا ما عندنا حقوق، حنا الدوله تحمل المسؤوليه ديالها. هذه الظاهره هما اللي داروها، ماشي حنا ما نتحملوش المسؤوليه ديالها. يتحملوا مسؤوليتهم، هذوك حتى هما مواطنين، يديروا لهم اسواق نموذجيه بحال التجربه اللي دارت في البروسي وبحال اللي دارت في الحي المحمدي. ما فهمتش انا هاد عماره الفداء امير السلطان علاش ما بغاتش دير الحل؟ واش كاين شي تواطؤ؟ واش كاين لوبيات كيستافدوا من غد الظاهره؟ حنا كنتسائلوا، بغينا نعرفوا. وهاد الناس هادو درنا لهم رساله، درنا الطلب اللي قال السيد العامل، ما جاوبنا، ما قال لنا لا لا لا، ما جاوبنا لا بأيه لا لا. حنا راه ما يمكنش نستمروا على هذا الوضع كما قلت لك، وحنا راه غادي نعلنوا على واحد برنامج نضالي ان شاء الله في القريب العاجل، الا ما دار والو وما حيدوش علينا هاد 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 الظلم وهاد الحيف هذا وهاد التعسفات وهاد الممارسات اللي كتمارس علينا وهاد الترهيب وهاد التخويف. حنا راه مستعدين نديروا اي حاجه، يا اما غيرفعوا علينا الضرر، يا اما غادي نغلقوا المحلات ديالنا حتى حنا ونخرجوا للزنقه ونبيعوا بحالنا بحال هاد الناس، يا اما غادي نديروا وقفات احتجاجيه في جميع مصالح ديال الادارات اللي تابعه لوزاره الداخليه. ومن هذا المنبر كنناشدوا سيدنا الله ينصرو يتدخل ودير لنا حل مع هاد الناس هادو، هاد الناس المسؤولين ديال عمليات مقاطعة الفداء، هاد الناس راه ما بغاوش يديروا الحل، راه قدمنا رسالة رسمية ليهم ولجميع الجهات المسؤولة، ولا من تنادي، ما كايناش الأذن الصاغية، وحنا كنطرحوا سؤال، علاش ما كيتجاوبوش هاد الناس مع الشكايات ديال التجار؟ واش هاد التاجر ما بقاش عنده الوجود في المجتمع المغربي؟ حنا بغينا نعرفوا، بغينا نعرفوا ملي كدير شكاية سيد القائد، وما كيستجبش. وما كاينش تجاوب شي معاك، وكيمشي كيعيط لصحاب الفراشات كيتواجه كيتجاوب معاه. حنا بغينا، حنا هادي راه واحد كتطرح واحد هنا كاين واحد علامات استفهام. حنا بغينا نعرفوا واش حنا كممثلين ديال المكتب النقابي ملي كنوجهوا رسائل رسميه لهاد الناس كيتجاهلونا، والناس الاخرين اللي ما عندهم حتى شي صفه وما عندهم حتى شي سند قانوني باش يكونوا اصلا كيتعاملوا معاهم معامله مزيانه. حنا بغينا نعرفوا شنو هاد العبات في الاداره. هذا راه انا كنعتبروا عبات في الاداره، راه ما بقاوش عندنا في هاد البلاد، ما بقاوش المسؤولين اللي عندهم ضمير مهني، راه ولا اللي كيجي كيعمر الشكاره وكيجي في حاله.